بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الشابتر الرابع بروجكت انتجريشن مانجمنت. الشابتر اللي اجلناه الفتره اللي فاتت وخلينا في الاخر. الشابتر ده من الشباتر الجميله، مش صعب ابدا. بعض الناس بتقول ان هو شابتر صعب. السبب في كده ان هو لما بيبداوا يذاكروا البي ام بي بتبقى الناس لسه مش في المود، فلما بيدخلوا على الشابتر ده من البدايه كتير منهم بيكسل وبيحس ان الموضوع صعب، لكن بالعكس تماما. شباتر كتير هنلاقيها ان هي فعلا اصعب من الانتجريشن، زي الهيومن ريسورس او الريسك او البروكيورمنت. شابتر ده شابتر بسيط وبيتكلم في لوجيك بشكل كبير قوي. موجود فيه 6 بروسيسز: ديفلوب بروجكت شارتر، كنا اتكلمنا عنها وقلنا ايه هو ميثاق المشروع، والبروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروع، دايركت اند مانج اكسكيوشن، مونيتور اند كنترول، البرفورم انتجريتد تشينج كنترول، الكلوز بروجكت او الفيز. نلاحظ كده ان كل البروسيسز هنا تعتبر الاسم بتاعها اسم جنرال قوي او اسم عام، لان هو بيتكلم في الانتجريشن ككل او في البروجكت ككل، كان ده بالظبط مظله لكل اللي كنا اخدناه قبل كده. طيب ندخل في البروسيس الاولى، ديفلوب بروجكت شارتر. التول ويك تكنيك فقط هو الاكسبرت جادجمنت، والاوتبوت الرئيسي هو البروجكت شارتر. البروجكت شارتر موجود في الكونتنس اللي قدامنا دي، البيزنس كيس. البروجكت ده احنا هناخده ليه كمؤسسه؟ انا عايز اقنع السبونسر واقول له انت هتدفع فلوسك في حاجه فعلا تستحق، فبعمل له بيزنس كيس، بقول له ان كان في احتياج فعلا لعمل المشروع ده، وعملنا كوست بنفيت اناليسيس ولقينا ان انت هتكسب بالشكل الفلاني، سواء كانت المنظمه دي ربحيه او غير ربحيه، او حتى كانت بابليك سيكتور او برايفت سيكتور. لا شك ان بيبقى فيه مكاسب، والمكاسب دي حتى لو مش مكاسب ماديه نقدر ان احنا نعمل لها يعني حصر بشكل عددي، او يعني ان احنا نقدر ليها تقدير مادي. طيب فدي النقطه الاولى، البيزنس كيس. النقطه الثانيه، الهاي ليفل ريكويرمنتس، موجود في المتطلبات بتاعه المشروع بس بشكل هاي ليفل، بشكل يعني مبسط او مجمل. البروجكت ستيتمنت اوف ورك، لو نتذكر كنا خدنا السكوب وقلنا السكوب ده مفصل بشكل كبير موجود فيه كل شيء، لكن هنا البروجكت ستيتمنت اوف ورك هي عباره عن سطر واحد بس او سطرين بيصف المشروع ده عباره عن ايه. المشروع مثلا عباره عن كومباوند 100 فيلا، المساحه بتاعت كل واحده فيهم كذا كذا، او مثلا مستشفى 500 سرير، او فندق او وهكذا. فبالتالي هي جمله بس بتوصف الاعمال المطلوب ان احنا هنعملها ايه. الستيك هولدر اند ذير ريكويرمنتس، متطلبات الستيك هولدرز ومين هم. طبعا لا شك ان الستيك هولدر زي ما قلنا في الشابتر بتاع الستيك هولدر ان العمليه دي بتتكرر باستمرار، انا باستمرار بعرف ستيك هولدرز جداد، لكن وانا ببدا اعمل الشارتر ببقى في مرحله الانيشيشن، ببقى قاعد مع السبونسر كده وبقول له تتوقع مين هم الستيك هولدرز اللي هم ممكن ياثروا على المشروع، او ممكن يعني يكون مشروع في احتياج ان هو يتواصل التيم معاهم. فبالتالي بتبقى كل حاجه في الشارتر تعتبر هاي ليفل، او يعني بصوره من وجهه نظر او من رؤيه التوب مانجمنت، سواء السبونسر الكلاينت وهكذا. سامري سكيدجول اند بادجت، متوقع المشروع نبنيه في سنتين او يخلص في سنتين، البادجت في رينج كام، الهاي ليفل ريسكس، المخاطر الهاي ليفل، ستيك هولدر ليست قلناها قبل كده، البروجكت مانجر نيم اند اوثوريتي. مدير المشروع احيانا بيبقى لسه ما تعينش وقت الشارتر، واحيانا بيكون اتعين. لو خلاص عرفنا مين هو مدير المشروع بنذكر اسمه والصلاحيات او الاوثوريتيز بتاعته. يفضل طبعا ان البروجكت مانجر يكون معروف من البدايه عشان يبقى حاضر وعارف كل العناصر بتاعه المشروع وكل الهيستوري بتاعه، واتولد ازاي المشروع وبدا ان هو يبقى له تشارتر ويتفصل فيه وهكذا. السبونسر نيم اند سيجنتشر، في النهايه الوحيد اللي له صلاحيه انه يمضي على التشارتر ويقول اوكي نفذوا المشروع ده هو السبونسر، لان هو اللي هيمول. طيب التشارتر فانكشن زي ما قلنا فورمال اوثورايزيشن للمشروع، من مين؟ من السبونسر. ميك كرييتد باي بروجكت مانجر، ممكن لو مدير المشروع كان موجود ممكن ان هو يعمل له كرييشن، بس طبعا مش هيمضي عليه، اللي هيمضي عليه السبونسر. ممكن ان احنا نكتب فيه مين هو مدير المشروع وندي له الصلاحيات. طبعا التشارتر بيربط ما بين الاستراتيجيك بلان
بتاعت المؤسسة نفسها وما بين المشروع، بيقول احنا فعلا بنعمل المشروع ده عشان الجزء الفلاني في الاستراتيجي. الاستراتيجي بتقول ان احنا عايزين نكسب مكاسب معينة، عايزين نعمل تطوير معين، مثلا مؤسسة تعليمية او وزارة التعليم وعايزة تعمل تطوير في المناهج التعليمية بشكل كذا، فده من ضمن الاستراتيجي بتاعتها. فالمشروع ده فعلا تطوير في مناهج مش عارف الصف الاول والتاني والتالت الابتدائي، فبالتالي ده مربوط فعلا بالاستراتيجي بتاعتهم. ممكن مؤسسة تانية ربحية فبتعمل المشروع عشان تكسب وهكذا. البيزنس كيس زي ما اتكلمنا عنها هي بتقول للسبونسر انت هتدفع الفلوس دي في حاجة فعلا تستحق. It proves to top management why the project is worthwhile. Usually created because of market demand. في فعلا طلب في السوق ان احنا عايزين نعمل الحاجة دي، ده لو المؤسسة مثلا بتبيع وبتكسب وربحية. Organizational need، في احتياج في المؤسسة نفسها، احتياج لبروجرام مثلا عشان يبقى Project Management Information System او يبقى Business مثلا Suite او يبقى مثلا Enterprise Resource Plan ERP. فبالتالي انا محتاج ان انا اعمل حاجة معينة، ممكن تبقى Methodologies Processes، كل دي تعتبر organizational needs. customer request، لو انا عندي عملاء وبيطلبوا طلبات وانا بعمل لهم البروجكت ده عشان البي الاحتياج بتاع العميل. technology improvement، يعني في تكنولوجي بدأت تظهر في حاجة معينة فانا محتاج ان انا اواكب التكنولوجي دي او اعمل integration ما بين البروجرامز اللي شغالة عندي وبعضها. فدي كلها احتياجات ممكن تبقى موجودة، يعني بنسميها business need، وبناء عليها بعمل الدراسة بتاعتي كcost benefit analysis واقول فعلا المشروع ده يستاهل ان انا هعمله، العائد من وراه فعلا worthwhile. البروجكت ستيتمنت اوف ورك اللي اتكلمنا عنها، كرييتد باي كاستمر سبونسر تو ديسكرايب ذير نيدز اند برودكت سكوب، فردر ديفايند وين بلاننج سكوب. لما هبدا ان انا اخطط السكوب هعمل بقى بروجكت سكوب ستيتمنت. البروجكت سكوب ستيتمنت هيبقى مفصل، هيبقى فيه دوكيومنتس، هيبقى فيه مواصفات، دروينجز، هيبقى فيه كل حاجه بتحدد النطاق. لكن هنا الستيتمنت اوف ورك او ساو اس او دبليو، الستيتمنت اوف ورك بتقول بس يعني سطر او سطرين كده بيوصفوا المشروع عباره عن ايه، عايزين منه ايه. البروجكت سيلكشن ميثودز، دي الطرق اللي من خلالها بعمل بريورتايز او بختار، بعمل سيلكشن للمشروع. من ضمنها النت بريزنت فاليو. البريزنت فاليو طبعا زي ما احنا عارفين ان الفلوس القيمه الشرائيه بتاعتها بتختلف من وقت لوقت. انا ممكن النهارده يبقى معايا مثلا $1,000 بس القيمه الشرائيه بتاعتهم كمان سنه ممكن تبقى اقل. النهارده بيشتروا عربيه مثلا معينه، بعد سنه مش قادر اشتري بيهم نفس العربيه دي، محتاج ازود عليهم شويه بسبب ان في انفليشن او في تضخم. فبالتالي انا لازم ابقى واخد في اعتباري لما اجي اعمل مقارنات ما بين فلوس مختلفه في سنوات مختلفه في ازمنه مختلفه، لازم ان انا اقارن ابل تو ابل، لازم ان انا اقارن الحاجه بنفسها. فبالتالي ما ينفعش اقول ان انا هدفع النهارده $1,000 وهكسب السنه الجايه 1,100 يبقى انا كده كسبان 100. لا، ازاي انت طرحت 1,100 بتاعت السنه الجايه من ال1000 بتاعت السنه دي؟ ما هو الاثنين قيمتهم الشرائيه مختلفه. ده بنسميه في الايكونومكس التايم فاليو اوف ماني. فعشان كده انا محتاج ان انا اخد سنه معينه او لحظه زمنيه معينه هي اللي هقارن. لو هقارن حاليا بسميها بريزنت فاليو، القيمه الحاليه. لو بقارن مستقبلا بسميها فيوتشر فاليو. النت بريزنت فاليو بقى هي عباره عن الفرق ما بين البريزنت فاليو في اللي هكسبه او العائد بتاعي البنفيتس بتاعتي او ريفينيو ناقص البريزنت فاليو للي هتكلفه للكوست. يبقى فرق الاثنين من بعض هو ده النت بريزنت فاليو. باخد البريزنت فاليو للاثنين ناقص بعض، التوتال بنفيتس ناقص الكوست. وطالما حطيت التوتال بنفيت الاول ناقص الكوست يبقى انا بوصف المكسب بتاعي. فبالتالي لو طلعت القيمه بالنيجاتيف يعني الكوست اكتر، لو طلعت القيمه بالبوزيتيف يبقى البنفيت احسن. وبالتالي انا محتاج انها تطلع بوزيتيف، بل بحتاج ان هي تكون اكبر. يعني محتاج ان انا لما اقارن ما بين مشروعين اخد الهاير فاليو، اخد القيمه الاكبر. فهي دي النت بريزنت فاليو. عندي معيار تاني او طريقه تانيه اللي هي الانترنال ريت اوف ريتيرن. الانترنال ريت اوف ريتيرن هو عباره عن النسبه او المعدل اللي عنده بيتساوى الريفينيو العائد مع الكوست مع اللي انا صرفته. يعني هقول مثلا عند 1.25 بيتساوى ده مع ده، فانا ببحث على افضل عائد
أفضل عائد داخلي أو معدل عائد داخلي. A higher rate is most desirable. المعيار اللي بعد كده البي باك بيريود او فتره الاسترداد. انا بدفع تكاليف، طيب التكاليف اللي انا بدفعها دي هتجيلي بعد قد ايه؟ بعد سنه، بعد اتنين، بعد تلاته؟ فهي واحد من المعايير. لا شك ان هي ما بينتليش النسبه بتاعت العائد قد ايه، بس هي على الاقل هتبين لي عند انهي نقطه زمنيه بعد سنه ولا اتنين ولا تلاته هكون استرديت اللي انا دفعته. لا شك ان هي مش المعيار الرئيسي، لكن احد المعايير اللي بحكم بيها على المشروع ده. في مشاريع مثلا زي المشاريع الصناعية هسترد بعد 3 سنين، في مشاريع تانية زي المشاريع السكنية هلاقي نفسي انها توصل لسبع تمن سنين. فبالتالي على حسب الاختيار بالنسبة لي انا محتاج اوصل ليه اللي انا دفعته قد ايه، لكن طبعا زي ما بنقول هي احد المعايير مش هي المعيار الرئيسي. الكرايتيريا اللي بعد كده او الميثود اللي بعد كده كوست بنفيت ريشيو، النسبه ما بين الكوست والبنفيت. ممكن تتسمى كوست بنفيت ريشيو او بنفيت كوست ريشيو، لا شك ان دي عكس دي، بمعنى ان انا لو بقول كوست بنفيت ريشيو يبقى انا قسمت الكوست على البنفيت، وبالتالي لو اكبر من واحد يبقى الكوست كانت كبيره، اكبر من البنفيت يبقى انا هبقى بدور على اللي اصغر من الواحد او الاقل، لو الاثنين اصغر من واحد هدور على الاقل. لكن لو اتسمت في السؤال ساعتها benefit cost ratio العكس، يعني هيبقى انا بقسم البنفيت على الكوست، وبالتالي benefit على كوست يبقى انا محتاج اخد الاكبر، انا محتاج اخد النسبة اللي فوق الواحد، ولو الاتنين فوق الواحد 1.2 1.3 يبقى ال 1.3 افضل. other definitions بعد التعريفات التانية، قانون the law of diminishing return العائد المتناقص. في الاستثمار بيقول ان انا لو بزود التكاليف اللي انا بستثمرها هفضل مثلا ان انا هكسب بروفيت كويس او اكسب بروفيت متناسب مع الزيادة دي لغاية درجة معينة. في درجة معينة في المشروع ده بعينه يعني، او في مشروع معين لو انا زودت بقى الاستثمارات بشكل اكبر هلاقي ان العائد اللي جاي لي مش متناسب، عائد اقل من المتوقع، ولو زودت ازيد كمان اقل بكتير من المتوقع، فبالتالي بيبدأ العائد يتناقص. النقطة دي عند ببقى انا محتاج اعرف هي فين، عشان بعدها مفيش داعي بقى ان انا ازود ريسورس، لان الريسورسز اللي انا بزودها دي ما بتجيبليش نفس العائد، فروح استعملها او ان انا استثمرها في مشروع تاني افضل. فده بيسمى the law of diminishing returns. التعريف التاني opportunity cost او تكلفة الفرصة البديلة، مقصود بيها ان انا لو عندي اكتر من option للاستثمار option 1 2 3 لو ما خدتش اعلى واحد فيهم وخدت التاني يبقى انا خسرت، خسرت ان انا ما خدتش المشروع الاولاني، فبالتالي في فرق ما بين المكسبين. الفرق ده هو الاوبورتيونيتي كوست، تكلفه الفرصه البديله. لو اخدت الفرصه البديله الاوبشن 2 وما خدتش اوبشن 1 فانا خسرت عائد معين. السان كوست او التكاليف المغرقه اللي هي اتصرفت بالفعل، لما باجي اقارن في لحظه معينه مثلا انا كنت شغال في استثمار، استثمار A وفي استثمار تاني B، وانا بقارن في نص الاستثمار ايه اكمل في ايه ولا ابدا بي، فبالتالي ساعتها ما ينفعش ان انا اقول انا دفعت كام، لا اللي دفعته خلاص اوريدي اتدفع، ده مش هقدر ان انا استرجعه تاني، فانا بقارن في اللي جاي انا هدفع كام وهكسب كام، والبلان بي او الاوبشن بي او المشروع بي هيكسبني كام وهدفع فيه كام. فبالتالي السانك كوست دي مفهوم بيقول لي لما تيجي تعمل مفاضلة ما بين مشروعين وكنت صرفت حاجة في احد المشاريع ما تدخلش المصاريف دي خالص في المقارنة، ابدأ مقارنة من النهاردة، فبالتالي اللي اتصرف ده اسمه سانك كوست ما تاخدهوش في الاعتبار. الترمينولوجي اللي بعد كده الوركينج كابيتال او رأس المال العامل، ده بيساوي الاصول ناقص الخصوم او الكارنت اسيتس ناقص الكارنت لايابيلتيز. البروسيس اللي بعد كده develop project management plan. لو نتذكر ان احنا كنا في كل شابتر من شباتر النولج اريا كنا بنقول ان في اوله في بروسيس خاصه بالمانجمنت بلان بتاعه الشابتر ده، سكوب مانجمنت بلان، تايم مانجمنت بلان، وهكذا. كل البلانز دي تعتبر جزء من البروجكت مانجمنت بلان العامه. انا هنا في البروسيس دي بعمل ديفلوب للبروجكت مانجمنت بلان ككل، فبالتالي لابد ان انا هستعين بكل البروجكت مانجمنت بلانز الفرعيه اللي هي كانت اوتبوت عندي من البلاننج بروسيسز قبل كده. طيب البروجكت مانجمنت بلان كونتينس مكوناتها عباره عن ايه؟
بروسيسز، ايه هي العمليات اللي انا هستخدمها، لايف سايكلز، التولز والتكنيكس، ان انا مش شرط ان انا هستخدم كل التولز والتكنيكس اللي درسناهم، فانا بحتاج ان انا اختار الحاجات اللي انا هستخدمها، او ممكن حتى اضيف من بره، ممكن يبقى في تول وتكنيكس تانية مش موجودة جوه الستاندرد ده وان انا شايفها وشايف ان هي انسب ليا وهستخدمها. المانجمنت بلان فور ايتش نوليدج اريا اللي كنا اتكلمنا عنهم، السكوب، تايم، كوست، اتش ار، كواليتي، ريسك، كوميونيكيشن، بروكيورمنت، ستيك هولدر، البرفورمانس ميجرمنت، بيز لاين، وكنا اتكلمنا عن البيز لاين قبل كده وقلنا ان هو مكون من 3 بيز لاين فرعيين، السكوب والتايم والكوست. الريكويرمنت مانجمنت بلان، خطه اداره المتطلبات واخدناها في السكوب. البروسيس امبروفمنت بلان، خطه تحسين العمليه. Configuration Management Plan، خطة إدارة التهيئة، هناخدها بعد شوية. Change Management Plan، خطة إدارة التغييرات. طيب Performance Measurement Baseline هو عبارة عن ثلاث حاجات، ثلاثة Baseline: Scope Baseline، Time Baseline، Cost Baseline. زي ما تعودنا في الشابتر بتاع Scope والTime والCost أو في جميع Knowledge Area، إن أنا دايما ببقى بخطط وبحط خطة، وبعد كده في المونيتور وكنترول براقب التخطيط ده كان بيتنفذ ولا لا. فعشان كده لازم يبقى عندي بيز لاين، لازم يبقى عندي خط اساسي، خط مرجعي، ابدا اقارن بعد كده الاكشوال بيه، اشوف انا فعلا في فاريانس، في انحراف عنه ولا لا. كتب لي هنا الديفيشن فروم بيز لاين ار اوفن ديو تو انكمبليت ريسك مانجمنت، دي تريك عشان اسئله الامتحانات، ان طالما ما فيش يعني في انحراف، ما فيش التزام بالبيز لاين، يبقى اكيد ما كنتش دارس الريسك بشكل كويس. الريكويرمنت مانجمنت بلان، خطه اداره المتطلبات، هاو ريكويرمنتس ويل بي ايدنتيفايد مانجد اند كنترولد. البروسيس امبروفمنت بلان، البروسيس امبروفمنت بلان لا شك ان انا وانا في المشروع بستخدم عمليات، بس في نفس الوقت ببقى مخلي جزء من التيم كده ان هو يطور العمليات دي ويحسنها باعتبار ان هي تبقى يعني بتستخدم بشكل افضل، بشكل متطور اكتر، وطبعا بتدي فيدباك كليسنز ليرند للمؤسسه او للجوفرنس بتاع المؤسسه عشان يبقى طور العمليات بتاعته. الكونفيجريشن مانجمنت بلان، خطه اداره التهيئه. زي ما باين في الشكل اللي قدامنا ده، البروجكت مانجمنت بلان ككل يعتبر جزء منه البروجكت كونفيجريشن مانجمنت، وجزء منها البروجكت تشينج كنترول. الكونفيجريشن مانجمنت مقصود بيها ازاي ان انا هدير جميع التغيرات اللي بتحصل على العمليات وعلى الوثائق او على البرودكتس، بمعنى ان انا عندي مثلا للجماعه بتوع الكونستراكشن عندي دروينجز، الدروينجز دي فيها فيرجن 00 او ريفيجن 00 01 02، فبالتالي لازم ابقى ضامن ان فعلا اخر ابديت وصل للناس، مش شغالين بدروينج او لوحه سوبر سيدد او يعني منتهيه، تم ان اصدار حاجه اعلى منها، فبالتالي لازم ابقى انا واخد بالي من النقط دي. موضوع التشينج في السكوب نفسه او في البرودكت او في الدوكيمنتس نفسها بتاعت المشروع او في البروسيسز حتى كيفيه ادارتها، يعني عندي مثلا ميكانيزم او بروسيس خاصه بالتغيير، مثلا ان عشان امر التغيير يعتمد لازم يمشي من كذا لكذا لكذا. طيب جه الناس بتوع البروسيس امبروفمنت وقاموا عاملين تحسين على البروسيس دي، فبالتالي بقى في فيرجن جديد من الاليه دي، لازم الفيرجن الجديد ده اضمن ان هو وصل لكل الناس وابقى عندي ريفرنس بيقول ان اخر فيرجن للبروسيس بتاعت التشينج هي ايه. الامثله بقى سواء على الدروينجز ولا على البروسيس ولا حتى على البرودكت نفسه، لما يحصل تشينج على البرودكت ان كان المبنى 3 ادوار بقى دور رابع، كل التغييرات دي بتدخل في الكونفيجريشن مانجمنت بلان. كونفيجريشن مانجمنت سيستم عباره عن برنامج كمبيوتر مثلا او سيستم او نظام، سواء كان على الكمبيوتر او سيستم مانيوال، بس طبعا لا شك ان كل حاجه شغاله كمبيوترايز دلوقتي. هو بيوضح لي ايه هي اخر اصدارات من كل حاجه، سواء كانت دوكيمنتس او سكوب او بروسيسز، تولز بروسيسز اند بروسيجرز فور كونفيجريشن مانجمنت، يعتبر جزء من البي ام اي اس، بارت اوف بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم خدناه اكتر من مره، هو عباره عن برنامج على الكمبيوتر هو اللي بينظم لي المعلومات بتاعه المشروع، ايه هي الدوكيمنتس اللي موجوده كمراسلات، كسبميتلز، ككونتراكتس، كانفويسز، تشينج اوردرز، ريبورتس، فوتوز،
minutes of meetings, جميع المراسلات او جميع الكورسبوندنس او جميع الدوكيومنتس بتاعت المشروع، حتى يعني لو شوب دروينجز ولا ماتيريالز ولا ايا كان، كلها بتبقى موجوده في البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، وكل واحد بيبقى له دور ان هو هيغذي في حاجه معينه او ان هو هيتبعت له ريبورت من البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. وطبعا بيبقى متكامل، مش بس بيتابع الكونفيجريشن، لا بيتابع كل شيء جوه المشروع، حتى مثلا الاعمال اللي خلصت، الورك دان، الريبورت، المينتس اوف ميتنج. بالاضافه لكده بيتابع الجزئيه بتاعت الكونفيجريشن او التهيئه او التغييرات. فبالتالي هو نظام إدارة التهيئة بيبقى جزء من الـ PMIS، وممكن أن يبقى جواه نظام إدارة التغيير أو إدارة التغيير موديول منفصل أو برنامج فرعي منفصل جواه الـ PMIS. الـ Change Management Plan هي مشابهة بشكل كبير للكونفيجريشن، بس الفرق ان التشينج مانجمنت بلان انا بتكلم في السكوب بتاع البرودكت نفسه، المشروع نفسه، المنتج ده عايزين نغير عليه حاجة. كان 5 مباني في المشروع، هنزود مبنى، هنقلل، هنزود ادوار، هنغير الفرنيتشر، هنغير الوان الدهانات، هنغير الاتش فاك سيستم او نظام التكييف وهكذا. ده انا بتكلم على البرودكت بقى. فالتشينج مانجمنت بلان، هاو تشينجز ويل بي مانجد اند كنترول، ازاي هتدار وازاي هتراقب. البروسيدجرز، هاو وهو، يعني مين اللي هيكون عنده سماحية او صلاحية الموافقة على التغيير، ومن بدايته بقى مين اللي هيرفع التغيير، ومين اللي هيعتمد اعتماد اولي، ومين اللي هيعتمد اعتماد نهائي وهكذا. والآلية بتاعت الكلام ده ازاي هنتقل من فين لفين، وكل مكان تقعد فيه كام يوم، الكلام ده كله. الابروفال ليفل فور اوثورايزنج، مين صاحب الصلاحية للموافقة المبدئية، سواء كانت تكنيكال او الموافقة المالية على الاجزاء مثلا الخاصة بالتشينج نفسها كعروض اسعار ليها او تقييم للاستيميشن بتاعها. والموافقة النهائية ان خلاص اوكي خلوا الجزء ده فعلا ضمن السكوب بتاع المشروع وبدأوا نفذوه، فلازم ان يبقى معروف يعني الابروفال ليفل. التشينج كنترول بورد هي عبارة عن لجنة هنتعرف عليها في العملية بتاعت الانتجريتد تشينج كنترول اللي هتيجي بعد شوية. التشينج كنترول بورد هي لجنة او بنسميها سي سي بي، لجنة اللي بتدرس التغييرات. ممكن يبقى فيها مدير المشروع احد العناصر، من بقى فيها ستيك هولدرز تانيين سواء خاصين بالكلاينت حضرتهم او مثلا من وزارة مالية لو بنتكلم في مثلا تغييرات خاصة بالبابليك سيكتور كبيرة، ممكن يعني على حسب القانون السائد بيبقى تكوينها ازاي. tools for to track control changes، لابد ان انا ابقى عارف يعني ايه هي التولز او الادوات اللي انا هستخدمها عشان الكنترول بتاع التشينجز. التشينج كنترول سيستم مشابه طبعا للجزء بتاع الكونفيجريشن سيستم، هو عبارة عن نظام خاص ب إدارة التغيير، سواء كان الجزء من الـ PMIS مثلا أو إلكتروني يعني، أو إن هو في أجزاء مانوال، الفورمز، الريبورتس، البروسيسز، البروسيدجرز، السوفت وير. النظام بقى بالكامل بوصفه بالعمليات بتاعته، أمر التغيير هيترفع منين، هيروح لفين، المدد بتاعته إيه، هيتوافق عليه إزاي، هتكون الفورمز اللي هتستخدم فيه بأي شكل، لازم أسجل الكلام ده على برنامج كمبيوتر مثلا بحيث إن هو يبقى بيتعمل له automatic tracking في الـ PMIS وهكذا. الـ Project Management Plan Approval، اعتماد خطة إدارة المشروع. زي ما اتفقنا خطة إدارة المشروع مدير المشروع هو اللي هيعملها بالاستعانة أو بمساعدة التيم اللي معاه، وهيعمل فيها جزئيات كتيرة خاصة بكل النولج اللي شفناها والبيز لاين وبقية الخطط التانية. طيب قبل ما يبدا ان هو ينفذ لازم يكون خد عليها اعتماد فعلا من الكلاينت ان هي دي، او من السبونسر ان هي دي خطه اداره المشروع اللي انا هشتغل بيها. طبعا مش شرط ان هو يستنى لغايه ما يكملها بشكل كبير او بشكل متكامل 100%، لان بيحصل الرولينج ويف بلاننج او البروجريسيف الابوريشن، ان المعلومات ما بتبقاش كلها متاحه في الوقت الحالي وبتتطور بعد كده وبيظهر معلومات تانية، والاسامبشنز اللي كانت مفترضه بنعرف اذا كانت صح ولا غلط، والكلام ده كله بيبقى له انعكاس على البروجكت مانجمنت بلان، ونرجع نعمل ريفيجن منها. بروجكت مانجمنت بلان مش بس جدول زمني، لا، فيها كل شيء، فيها كيفيه اداره كل شيء، HR، Risk Communication، Procurement، Stakeholders، كل شيء وهكذا. فبالتالي ان انا لما بعمل فيرجن جديد عليها لازم برضو ان انا اعتمد الفيرجن الجديد ده.
وهنا قايل لي ان الكيك اوف ميتنج كامز افتر بروجكت مانجمنت بلان ابروفال. كيك اوف ميتنج ان انا ابدا انفذ. طبعا هو يعني في خلط شويه ما بين المواضيع باعتبار ان الكيك اوف ميتنج يعني دايما بيبقى مع المقاول، لما بيبقى في مقاول عندنا وخلاص ان احنا هيبدا يستلم الموقع وينفذ ويعمل، فبنعمل كيك اوف ميتنج عشان ان هو نبدا نزق المشروع، يعني بيبقى الاجتماع الاولي بتاع المشروع. طبعا البروجكت مانجمنت بلان اللي بيعملها مدير المشروع، وبيبقى الكلام ده قبل بكتير ما يبقى فيه مقاول اساسا. فعشان كده المفروض نبقى ما بنقارنش بينها وما بين البروجكت مانجمنت بلان ابروفال، بس هو يعني احد التركات اللي كانت ريتا بتقولها. وبكده يبقى خلصنا الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، وميعادنا يوم الاثنين الجاي باذن الله.